عندنا يا شباب جيكسار 6 سلندر خليجي بلاتوث اوتوماتيك ومكيف مركزي نظام زحف انوار ضباب وتشغيل بصمه سبين علاك، سعره 180,500 6 سلندر، جنط حديد عريض ودواسه فيبر، مقاب اللون مقابض نفس لون السياره بدون حساسات اماميه بدون كشافات ضباب سبير علاك. هذا سرفيس مقود ست سلندر، طبعا فيه نظام الزحف نظام الالتفاف، في حساسين ورا، بدون جناح بدون سلة، الداخلية هذا الزر يسكر حساسات، فيه مثبت سرعة، في حساس ضغط هواء كفرات، ونظام الـ VSC حق الثبات، عندك هذه الشاشة صغيرة تحكم المكيف مستقل للسواق والراكب، وفيه نظام الزحف اللي نزل جميع موديلات 2017 إلا بعض الموردين، نظام الزحف ونظام الالتفاف وزر فاصل مانع الانزلاق بدون شاحن وايرلس. الموتور من داخل بدون فتحة، في نظام زحف ومكيفين، جنط حديد هذا مفتاح، في منه هذا مصورين لكم من قبل بس بدون سبير علاك، سعره 179,500 نفس المواصفات بس بدون سبير علاك. دواسة فيبر لونه مقابض لون ابيض واربع حساسات ورا. في اكسار خليجي مكينة 5000.7، الشاشة حقت شاشة ايباد مو نفس شاشة الفيكسار، سعره ب 257، صورت لكم قبل واحد اسود وواحد ابيض، بحط لكم الرابط حق الاسود والابيض كلهن بالوصف، باخذ لكم لفة سريعة عليه، ان هذا اللون لون كحلي خليجي، ب 257 مراتب جلد، هذا المفتاح، هذا النور العالي الكتروني، وهذا يسكر الباقات، وهذا يسكر الحساس، وهذا حق غسيل الانوار. باخذ لكم لفه على السريع عشان ما تقولون انه بندر غثنا بتويوتا. الشاشة حق شاشة بعد مو نفس شاشة الفيكسر المعروفة، وفي شاشة اللي هو دي في دي سكت. المتوفر حاليا عندهم ابيض والكحلي هذا.
هذا 2017. وعندك اللكسز هذا اللكسز خليجي بعد فل كامل 2017 سعره 104 405، سعره ب 405 وارد البحرين خليجي. طبعا مواصفات مثل ما انتم عارفين، الرادار، تنبيه عن التصادم، نقط عمياء، تنبيه خروج عن المسار. بيج تخشيب فاتح شوي في الكامل. شارحين المواتر، هذا اكثر موتر ممكن نشرح اللكسس، تلقى قسم الفيديو بحط لكم الرابط. تضغطون الله اكبر. هذه شاشه 12.3 عندها ديكور، تخشيب فاتح شوي، الماوس، الهيدروليك، الدبل ثقيل، نظام كرو سيستم، هذه كلها الأنظمة كلها شارحينها من زمان. الشاشة الخلفية 11 إنش، عندك هنا التحكم بالمكيف، شاشات خلفية 11 إنش. لكسس 2017 فل كامل سينما تكون.